يتردد على محله البسيط هذا منذ أكثر من 6 عقود. لم ترهقه السنون الطويلة التي قضاها بين الحديد والنار في الحفاظ على إرث عائلي مهدد بالزوال رغم الشقاء. أركان محله تروي قصة أجيال تحدت قساوة الحديد لصناعة معدات تعين أهل قريتهم في حصد قوت عيشهم. هذه حرفة نادرة جدا وتعلمتها من أجدادي. أعتقد أنني آخر من يمتهنها في منطقتنا، حتى أبنائي لم يتعلموها بسبب قلة مداخلها في وقتنا الحالي. ومع اقتراب عيد الأضحى ينصب انشغاله على تلبية طلبات زبائنه المنحصرة في صناعة أو تجديد معدات تستعمل يوم الأضحية. تجربة السنين أكسبته خبرة في معرفة نوعية الحديد وطرق تطويعه ليكون جاهزا. هذه الأيام وبعد أن بلغت 78 عاما لم أعد قادرا على تلبية جميع متطلبات زبائني، رغم ذلك أسعى لتوفير مختلف مستلزمات الأضحية خلال هذه المناسبة الدينية. بينما يستعد أبناء قرية الماين شرقي الجزائر لاستقبال العيد في أجواء تراثية، يسارع سكان العاصمة الزمن من أجل وضع آخر التحذيرات من حلويات وفوانيس والبحث عن ألبسة ملائمة للمناسبة الدينية بين أزقة الأسواق الشعبية. في إقبال على الألبسة التقليدية، باسكو كاين بزاف فيهم يبغيو يعيدوا بالألبسة التقليدية. لازم نبقاو ونحافظوا على التراث الجزائري، بان فيها خيرات وفيها بزاف، كل ولاية تتمتع بنوع من الحلويات. أسواق الماشية بدورها تشهد إقبالا من قبل عائلات تبحث عن أضاحي مناسبة تتمم سعادتهم بحلول العيد في وقت تشهد أسعار الماشية ارتفاعا غير مسبوق. فريد رشدي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.